السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم في كل زمان في كل مكان. النهاردة هنتكلم عن انتفاضة الحرمية وأثر انتفاضة الحرمية دي على مصر وعلى الشعب المصري لحد 18 و19 يناير عام 1977. في الانتفاضة دي خرج مئات الآلاف من أبناء الشعب، خاصة الفقراء، معترضين على رفع الدعم للمواد الأساسية بناء على توصيات البنك الدولي واللي هو صندوق النقد الدولي. فخرج المئات الالاف دول، وحصل ان في حظر تجول وحرق عربات، ويعني زي ما بيحصل في كل المظاهرات والشغب. كنت انا طبيب امتياز في مستشفى سيد جلال الجامعي في منطقه اسمها باب الشعريه، وكان علي ان اروح المستشفى، ما كانش في مواصلات، فكان لازم امشي من بيتنا في مدينه الاوقاف في العجوزه لغايه باب الشعريه المستشفى، يعني حوالي اكتر من 10 كيلو. كنت انا رجل شيك في الوقت ده، ويعني وسيم، وكنت يوميها بالذات انا اتذكر اليوم ده كنت لابس بدله سودا، مش عارف لبست بدله سودا ليه يعني، وكنت مستحمي طبعا، وفي نفس الوقت كان عندي شنب وشعري كان كبير مش زي دلوقتي، ولابس تحت البدله السودا قميص اصفر بياقه عاليه، وكنت لابس نظاره شمس اسمها بيرسول، يعني كنت شيك يعني. عديت من بيتنا على شارع محروسة، ومن شارع محروسة على شارع جامعة العربية، ومن جامعة العربية على كوبري الزمالك، ومن كوبري الزمالك دخلنا في حي الزمالك. ما فيش حاجة يعني، حاجة يعني ما فيش مشكلة فيها. مجرد ما عديت كوبري أبو العيلة ودخلت على حي بولاء الدكرور، أنا مش بولاء الدكرور، حي بولاء أبو العيلة، حي بولاء أبو العيلة، لقيت العالم مختلف تماما. أطفال وشباب وشين وعربيات محروقة وأتوبيسات محروقة، و يعني واطفال بقى ماشيين بيكسروا في الشبابيك. وبدات استثير غضبي ان في جنب محلات عصير القصب في دايما بيحط بعض الناس الغلابه فاترينا كده بيبيعوا فيها السجاير بتاعتهم، يعني يكون راس مال الشخص ده 50 جنيه 100 جنيه بكتير قوي، وبيطلع من بيع السجاير دي يمكن 2 3 جنيه يجيبوا له عشوه هو ومراته واولاده الى اخره. بدات اغلي ومش عارف اكلم مين، الى ان وصلت الى حته اللي هو المركز او اللي هو المبنى بتاع الكهرباء، اللي هو زي ما تقول مصلحه الكهرباء. فلقيت بقى مجموعه كبيره واقفه، وانا ماشي يعني مش واخد بالي من شكلي، ان شكلي بالنسبه لنا هيكون شكل يعني ايه، هيستجيبوا معاه ازاي. فيكسروا الشبابيك، كل ما ينزل شباك ازاز كده يسقفوا هي الى اخره. فانا دخلت في وسطهم كده قلت لهم يا شباب، انتوا مش عارفين ان المبنى ده بتاعكم انتوا، وكل حاجه انتوا بتكسروها دي خساره عليكم انتوا. طبعا بصوا لي كده، طبعا هم بصوا لشكلي، بدله نضاره سودا شعر وشنب وقميص اصفر وبتاع ده، اكيد انا ايه، اكيد انا منهم. قالوا الكلمه دي بالظبط، الله، ده منهم يعني ايه، اما انا امن او مخابرات او اي ضابط او اي حاجه كده. ولقيت في خلال ثواني يمكن عشرات الشباب خارجين من اماكن مختلفه ومتجهين الي على طول، وو يعني. وانا طبعا ما بعرفش اجري في الحاجات دي كلها، ما بعرفش اهرب يعني، بقف بواجه الموقف. لقيت بفضل الله سبحانه وتعالى 4 طلعوا من ورايا كده، بسم الله ما شاء الله، واحد فيهم طوله مترين او 3 متر والله اعلم، بصوا لي كده قالوا لي امشي من الشارع ده، ما تبصش وراك، واحنا هنتعامل معاهم. انا ما اعرفش دول بيقولوا انا منهم، ودول افتكروا ان انا منهم. فطبعا الاربعه دول دخلوا بقى يهدوا الناس دول، يقولوا من الكلب ده مش عارف عامل كذا وكذا وكذا، واحنا شتمناه وبتاع ده، يلا امشوا. فاتضح لي فيما بعد ان الاربعه دول اكيد كانوا من الامن، لابسين لبس مدني، والشباب الثاير ده كان بيفكرني ان انا من الامن، يعني بتوع الامن افتكروا ان انا من الامن، والشباب كانوا فاكرين ان انا من الامن، فربنا نجاني من الاثنين. لكن الموقف هنا والدرس اللي هتعلمه منه ايه، ان انا ما قدرتش اصبر على الظلم اللي حاصل لصاحب الفاترينا، دي نمره واحد. الامر الثاني، انتوا بتهدموا بلدكم بايديكم، يعني ليه عندكم مشكله مع الحكومه؟ كلموها بطريقه معقوله، لكن بتكسروا المنشات بتاعت الحكومه ليه؟ وتحرقوا عربيات ناس ليه؟ ده كان الدرس، ان حتى في ساعه الغضب يكون غضبك سلمي، ما يدمرش مصالح الاخرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.